إذا قيل لك أيجوز أن أرقي نفسي بأدعية من عندي؟ فقل نعم، بالشروط الأربعة السابقة: أن تكون باللغة العربية، وأن تكون مفهومة المعنى، وأن تكون خالية من الشرك، وأن تعتقد بأنها سبب، وأن الشافي هو الله عز وجل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فهي شرك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.